قال لها وهي قاعدة، قال لها انا هعمل فيكي كده زي ما هو عمل فيها. اه يعني هو قلد حاجة هو حاجة شافها في اتفرج التلفزيون. عليها. هي حتى بعد الحادثة راحت دورت على البنات اللي حصل لهم كده يمكن تلاقي فكرة تعالجوا فين يساعدوها، لقيتهم بالعكس محتاجين اللي يساعدهم. وهي دي فكرة الفيلم، ان هي المشروع بتاعها او حلمها ان هي كمان تساعد الناس دي. هي لقت طريق وبتحاول تاخد بإيد البنات التانية اللي تعرضت لنفس الحادثة. رائع، يعني فكرة انا رائعة، الفيلم رائع. عايز اعرف ايه اللي حصل لها هي، يعني لما اترمى على وشها ميه نار، ايه اللي حصل لها؟ يعني سواء على المستوى الجسدي او على المستوى النفسي او على المستوى الاجتماعي، الشغل، رحلتها. مش عايزين نحرق الفيلم طبعا، مش هحرق الفيلم، بس مش هقول عايزين نحرق حاجه. لا، الفيلم، ما هي بس حاجه مهمه. مش تحكي لنا الفيلم، احكي لنا تجربتك الشخصيه معاه. ايوه، هي مش موجوده فهنعتبرك انت عارفه معلومات عنها. صحيح. اوكي. بعد اذنها طبعا. هي انا دي حته جوه الفيلم، وعامه دي حاجه لفتت نظري، ان سمر لما حصلت لها الحادثه قررت ان هي تجري من مكان الحادثه للبيت عشان تقول لباباها، مش عشان تستنجد بيه. وهي بتقول كده في الفيلم، انا عايزه اقول له ان انا اللي انا قلته لك حصل، انت مش مصدقني. انا بقول لك ان هو عادي. شفت انت ما كنتش مش مصدقني. مصدقني، دي حاجه لفتت نظري جدا. وهي بتقول تاني حاجه، بتقولي لما حصلت الحادثه هي قررت انه انت عايزني انكسر، انا مش هنكسر، عندم فيك، انت فاكر ان حياتي هتنتهي. رفضت الانكسار. بالظبط. طب هو قال ايه؟ يعني ما لا، احنا مش قصتنا هو، لا احنا يعني قصتنا البنت. يعني سيكولوجية الشخص اللي يمسك حاجة ويرميها في وش الناس التانية، وهو هو لا هو مش حرامي، مش قتل قتلة، يعني ده كان شخص عادي ومتجوز. مش عادي، هو مش شخص عادي، بس عنده هو شخص عنيف. هو شخص عنيف متدلع، شخص ما فيش حد بيقوله لأ، كل شوية العنف بيزيد أيوة، والناس بس بتقول احنا لها عندنا تمام انت كل متجوزة. واحد فينا عندنا الليمت في حياته ما يقدرش يخرج عنها، صح؟ يعني انا بتنرفز وبتبتاع، ما بقدرش، بس ممكن مستحيل اشيل سكينة وقت الحد. انت فاهم قصدي؟ خلينا بقى نتكلم في التحليل النفسي بتاع ده بعدين. الزوج. طيب.